أهلا ومرحبا بكم. ما الفرق بين محنة ومنحة؟ محنة بمعنى اختبار أو بلاء أو شدة أو أزمة، والجمع محن ومحنات، ومن هنا جاءت كلمة امتحان. ما رأيكم ببعض الأمثلة التي توضح كلمة محنة؟ المثال الأول: وقفت الزوجة إلى جانب زوجها في محنته الصحية. ومعنى وقفت إلى جانبه أي أنها قدمت له المساعدة والمساندة. المثال الثاني: إذا وقعت في محنة فليس لك إلا الدعاء. أما كلمة منحة فتعني العطية أو الهبة، من الفعل منح أي أعطى ووهب، والجمع منح ومنحات. ما رأيكم بمثال لتوضيح المعنى؟ تقدم الوزارة منحاً دراسية للمتفوقين والمتفوقات. شكراً لكم وإلى اللقاء.